بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني، أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدين شانل، ومع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الغربان الثلاثة السود 3 Black Crows. هو يعتبر نموذج نادر، لكن ليس بدرجة النموذج السابق اللي هو Upside Gap 2 Crows. مبدئيا هذا هو الشكل العام لنموذج الغربان الثلاثة السود، يأتي بعد اتجاه صاعد ويتشكل من 3 شموع بيعية حمراء وراء بعض، ويكون دائما في الاتجاه الصاعد فقط. طيب، ما هي معايير تشكل نموذج الغربان الثلاثة؟ رقم 1، يجب أن يكون السوق في مسار عام صاعد فقط حتى ولو كان قصير، ولا يأتي أبدا في اتجاه عرضي. رقم 2، يتشكل النموذج من 3 شموع بيعية حمراء ممتلئة ومتتالية اللي هم الغربان الثلاثة. اليابانيون يشبهونهم ب3 غربان سود كنذير شؤم لعكس اتجاه الأسعار في الأسواق من صعود إلى هبوط. رقم 3، يعتبر الشرط الأساسي من شروط تكون هذا النموذج، وهو أن تفتح كل شمعة داخل نطاق الشمعة التي قبلها. يعني أنا لو كان عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة حمراء بيعية، الشمعة الثانية التي تليها إذا فتحت داخل نطاقها سواء من هذا المستوى أو من منتصفها أيا كان مكان فتحها، المهم أن تفتح الشمعة الثانية داخل نطاق الشمعة الأولى ثم أغلقت أسفل منها. إذا أتت الشمعة الثالثة بنفس الأسلوب وفتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها وأغلقت أسفل منها، يبقى أنا كده تشكل عندي نموذج الغربان الثلاثة 3 Black Crows. رقم 4، كلما أغلقت الشمعة الموالية أبعد من إغلاق الشمعة التي قبلها كلما كان النموذج أكثر مثالية. طيب، إمتى أفعل هذا النموذج؟ هذا النموذج يفعل مع افتتاح الشمعة الرابعة دون الحاجة إلى انتظار إغلاقها، لأن الشموع الحمراء تكون وراء بعض وكأن كل شمعة تؤكد على الشمعة التي قبلها، وكأن كل شمعة بتقول اللي قبلها استمري، بائعين بيشجعوا بعض على الاستمرار. وعلى ذلك فإن افتتاح الشمعة الرابعة بالنسبة لي بيكون هو نقطة دخولي بالبيع صفقة ناجحة ورابحة إن شاء الله، وخاصة إذا كان هذا النموذج يرتد من عند مستويات مقاومة. تخيل معي لو السعر صاعد ووصل إلى مستويات مقاومة مهمة وشكل نموذج الغربان الثلاثة، في هذه الحالة لا تدخل من عند منطقة المقاومة، لأن هذا شيء خطأ جدا، لأن السعر ممكن يكسر منطقة المقاومة ويخترقها ويكمل صعود إلى أعلى. طيب، لو كان قابلني منطقة المقاومة أعمل إيه؟ أنتظر تكون نموذج شموع يابانية انعكاسية، سواء غربان ثلاثة سود أو أي نموذج من النماذج الانعكاسية التي درسناها، هذا يكون أفضل في عملية البيع. ودلوقتي إذا تشكل معي هذا النموذج فإن الشمعة الرابعة أدخل فيها مباشرة دون تردد واعتمدها نقطة الدخول بالبيع، يبقى في هذا النموذج شمعة التأكيد هي الشمعة الرابعة، وفي نفس الوقت شمعة الدخول بالبيع، لأن كل شمعة من الشموع الثلاثة السابقة في هذا النموذج أكدت قوة النموذج ودعمته في عكس الاتجاه. دلوقتي مع مثال عملي على نموذج الغربان الثلاثة 3 Black Crows، هذا الشرط مأخوذ على فريم ال4 ساعات للزوج باوند دولار. لاحظ معي، عندي في نهاية اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة خضراء شرائية ثيرانية، جاء بعدها 3 شمعات حمراء ممتلئة متتالية. طيب، تعالوا نحلل وضع الشموع.
أولا الشمعة الأولى الحمراء مع الشمعة التي قبلها الخضراء عملت لي نموذج ابتلاعي واضح كده مبدئيا الانعكاس الذي حدث من بعده. ثانيا، بالإضافة إلى النموذج الابتلاعي تشكل معي نموذج الغربان الثلاثة، الشمعة الأولى حمراء بيعية، واللي جت بعدها الشمعة الثانية أيضا حمراء بيعية، فتحت داخل نطاق الشمعة التي قبلها عند مستوى أعلى من إغلاق الشمعة الأولى وأغلقت أدنى منها. نفس الشيء حدث مع الشمعة الثالثة الحمراء الدبابية البيعية، فتحت في نطاق الشمعة الثانية وأغلقت أدنى منها. إذا هذه هي الشروط الأساسية لنموذج الغربان الثلاثة 3 بلاك كراوس، ولو تلاحظ أن الشموع ممتلئة بشكل واضح. طيب، أثناء تحليل الشارات باستخدام نماذج الشموع اليابانية، لو ما كنتش خدت بالي من النموذج الابتلاعي فأكيد هاخد بالي من نموذج الغربان الثلاثة، الثلاث شمعات الحمراء اللي اتكونت ورا بعض وينطبق عليها كل شروط النموذج اللي بتديني إشارة قوية على الانعكاس المحتمل للسعر ونزوله إلى أدنى. ولو جيت أتداول وأدخل صفقة بيع بعد تكون هذا النموذج، لو عايز أتداول باستخدام نموذج بيرش انجولفينج باتن، فدخولي بالشراء هيكون بعد غلق الشمعة الثانية عند هذا المستوى ابتداء من الشمعة الثالثة. ولو حبيت أتداول وأدخل صفقة بيع بعد تكون نموذج الغربان الثلاثة، فدخولي هيكون بعد غلق الشمعة الثالثة من النموذج، أي عند الشمعة الرابعة من هذا المستوى. يعني بمعنى أصح، أنت ممكن تدخل صفقتين ورا بعض، كل صفقة مدتها 4 ساعات، وعندك احتمالية كبيرة لنجاح الصفقتين. ما تنساش إن احنا شغالين على فريم ال4 ساعات، يعني كل شمعة تمثل لي مدة زمنية مقدارها 4 ساعات، وفي هذه الحالة عندك احتمالية كبيرة جدا لحدوث الهبوط ونجاح الصفقات، لأن عندك نموذجين انعكاسيين قويين، الأول بيرش انجولفينج والتاني بيرش 3 بلاك كراوس. طيب، لو بصينا على نفس الشرط وحاولنا نطلع منه بعض النماذج اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، هتلاقي موجود معايا نموذج قمة ملقات ويزر ستوب، جاء في نهاية اتجاه صاعد مكون من شمعتين، الأولى خضراء طويلة والثانية حمراء أطول منها. لو تلاحظ الشمعة الثانية ابتلعت جسم الشمعة الأولى بكاملها، يعني ده نموذج ابتلاعي بيعي بيريش انجولفينج باترن. بس لو لاحظت كمان هتلاقي تساوي ذيول كل من الشمعتين الخضراء والحمراء من أعلى، أي أن الظلان يقعان على مستوى أفقي واحد جاء في منطقة مقاومة من أعلى. يعني ممكن أتداول على أساس نموذج انجولفينج وأدخل بعد شمعة التأكيد الثانية بعد ما تغلق أسفل من جسم الشمعة الخضراء الأولى في النموذج، وكمان ممكن أتداول على أساس نموذج تويزر ستوب لتساوي ذيل كل من الشمعتين الحمراء والخضراء، وبرضه أدخل صفقة بيع مدتها 4 ساعات بعد ما تغلق شمعة التأكيد الرابعة تحت جسم شمعة النموذج الشرائية الخضراء الأولى. وكمان عندي على الشرط نموذج يشبه نموذج السحب الركامية دارك كلاود كفر، نموذج مكون من شمعتين، جاء في نهاية اتجاه صاعد، الشمعة الأولى خضراء شرائية ثيرانية طويلة والثانية حمراء بيعية دبابية طويلة. الشمعة الثانية فتحت عند مستوى أعلى من إغلاق الشمعة الأولى وأغلقت عند أكثر من 50% من جسم هذه الشمعة، لكن إحنا قلنا قبل كده إن هذا نموذج غير مثالي، لأن في النموذج المثالي المفروض إن الشمعة الحمراء الثانية تفتح أعلى من ظل الشمعة الأولى الخضراء وليس أعلى من جسمها، وتغلق بعد 50% من حجم جسمها. الشرط الثاني متوفر، لكن الشرط الأول غير متوفر، عشان كده قلنا على هذا النموذج أنه غير مثالي، لكنه يبقى صحيح ويصلح التداول به. طيب، تعالوا نشوف مثال كمان، ويا ترى هنشوف إذا كان ده نموذج غربان ثلاثة أم هو شبيه به.
لاحظ كده النموذج الذي تكون في هذه المنطقة. عندي ما يشبه نموذج الغربان الثلاثة. أولا عندي اتجاه صاعد جاء في نهايته شمعة خضراء ثيرانية شرائية طويلة. الشمعة التي جاءت بعدها مباشرة شمعة شهاب شوتينج ستار، لو دمجتها مع الشمعة اللي قبلها واللي بعدها هيطلع عندي نموذج شوتينج ستار نجمة المساء. حبيت أتداول بهذا النموذج. أنا عارف أن نموذج الشوتينج ستار عاكس للاتجاه الصاعد ويتكون من ثلاث شموع وجميع الشروط متوفرة، يعني ممكن أدخل من بعد شمعة التأكيد الرابعة ما تغلق أسفل جسم الشمعة الخضراء الأولى، شمعة شرائية لمدة 4 ساعات ربحانة إن شاء الله. طب يا ترى لو حبيت أتداول بهذا النموذج على أنه 3 بلاك كروس، هل الشروط محققة أم لا؟ طيب تعالوا كده نحلل شروط النموذج. رقم 1 عندي شمعة بيعية، رقم 2 الشمعة الثانية شمعة بيعية برضو، رقم 3 الشمعة التي جاءت بعدها فتحت داخل نطاق هذه الشمعة البيعية وأغلقت بعدها، رقم 4 الشمعة الرابعة صغيرة ممكن ما نحسبهاش أو إن أنا أدمجها مع اللي بعدها، هلاقي اللي بعدها فتحت داخل نطاقها وأغلقت أسفل منها. كده أنا عندي ما يشبه نموذج الغربان الثلاث. لاحظ أن الشمعة الثالثة هي اللي فيها المشكلة لأنها صغيرة، بس مفيش مشكلة ولا حاجة عشان لون هذه الشمعة حمراء. لو كانت هذه الشمعة خضراء كنت هعتبرها نموذج هرامي وكان الاتجاه سوف ينعكس إلى أعلى، ولكن بما أن هذه الشمعة الحمراء هي شمعة بائعين والشمعة الرابعة اللي جت بعدها فتحت أعلى من افتتاح هذه الشمعة الثالثة وأغلقت أدنى منها وكمان أدنى من إغلاق الشمعة الثانية، في هذه الحالة في إمكاني أعتبرهم نموذج الغربان الثلاثة، يعني في إمكاني إن أنا ألغي الشمعة الثالثة الصغيرة دي مجازا واعتبرها كأن لم تكن وتعامل مع الشمعة اللي بعدها على أساس إن هي دي اللي هتكمل نموذج الغربان الثلاثة حتى يكون صحيح ومستوفي جميع الشروط. ويبقى شرح النموذج كالآتي: الشمعة الخضراء جاءت بعدها شمعة حمراء رقم 1، ثم شمعة حمراء أخرى رقم 2 فتحت داخل نطاق الشمعة رقم 1 وأغلقت أسفل منها، والشمعة الرابعة هعتبرها رقم 3 فتحت داخل نطاق الشمعة رقم 2 وأغلقت أسفل منها، كنموذج غربان ثلاثة أعتبره صحيح في هذه الحالة. وتداول ابتداء من الشمعة الرابعة أخذ صفقة هبوط مدتها 4 ساعات بيعية. طيب ممكن حد يسألني سؤال ويقول لي: يا مستر أنت ليه لغيت الشمعة الثالثة؟ الإجابة ببساطة أنا لغيتها بسببين. الأول الشمعة الثالثة جاءت حمراء بيعية دبابية افتتاحها وإغلاقها داخل نطاق الشمعة الثانية، عشان كده أنا اعتبرتها كأنها جزء من الشمعة الثانية وضمتها للشمعة الثانية. أما السبب التاني اللي خلاني ألغيها أن الشمعة الرابعة افتتحت أعلى منها وأغلقت أسفل منها، وده في الرياضيات اسمه الاحتواء أو المجموعة الجزئية، يعني اعتبرت حاجتين كأن الشمعة الثانية احتوت الشمعة الثالثة أو كأن الشمعة الرابعة احتوت الشمعة الثالثة، وفي الحالتين تعتبر الشمعة الثالثة كأنها مجموعة جزئية من أي من الشمعتين لاتحادهما في نفس اللون. لاحظ إنك لما بتكون فاهم قواعد الاحتواء والابتلاع غير لما تكون حافظ الشكل وخلاص، وهي دي ميزة الشموع اليابانية، لما بتفهمها بتعرف تطبق عليها تطبيق صحيح. طيب لو حبينا نستخدم الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات، واضح أن المنطقة المظللة باللون الأصفر دي كلها تقريبا منطقة مقاومة، بس الشيء الغلط اللي ممكن يحصل هنا إن فيه متداولين ممكن يبيع عند هذه المنطقة، وده شيء غلط جدا وغير صحيح بشكل كبير جدا، لأن في معظم الحالات ممكن السعر يكمل ويخترق ويكسر هذه المقاومة بدون أي مشاكل. طيب بماذا يساعدنا فهمنا للشموع اليابانية في مثل هذه الحالات؟ الشموع اليابانية بتقول لي
عند مستوى مقاومة معين لازم تستنى تفعيل النموذج وبعد كده أتداول، أحسن من إني أبيع مباشرة عند مستوى المقاومة. يبقى الأفضل إن أنا أستنى النموذج يكتمل وبعدين تيجي شمعة التأكيد التي تؤكد اكتمال النموذج وبعد كده أتداول بعد أن تغلق شمعة التأكيد حسب النموذج اللي أنا شغال عليه كما في هذه الحالة. يبقى لما أجي أخذ صفقتي بناء على مستويات المقاومة وبناء على النموذج الانعكاسي وبناء على شمعة التأكيد في هذه الحالة، يبقى أنت بتحلل صح وفاهم صح، بس الموضوع بيبقى محتاج شوية صبر لغاية ما يجي النموذج والشكل اللي أنت بتبقى واثق تماما إن هو ده ينفع أبيع على أساسه أو أشتريه. ولو هتداول بمجرد إن السعر وصل لمستوى مقاومة ويلا نبيع أو يلا نشتري، فهذا خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من المتداولين. وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، لكم خالص تحياتي. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء بالمرحلة الثانوية ومحلل فني وسيكولوجي بسوق المال والأعمال. وفي الختام أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.